عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهاردة هنعمل سوا مع بعض، هنعمل طاجن المسقعة، بس بطريقتي، بطريقة صحية جدا 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 للناس اللي بتحب تاكل مسقعة كتير وبتتعب جدا جدا من البدنجان اللي بيبقى تقيل ومقلي وبيحمى عليها، بس في نفس الوقت ما تقدرش تستغنى عن طاجن المسقعة. هنعمله كده سوا مع بعض بطريقة صحية، خفيف وظريف، وطبعا انا عارفة ناس كتير بتعمله وبتعرف تعمله كمان يمكن احسن مني، بس انا هعمله النهاردة للناس اللي هي ما بتعرفش تعمله خالص او ما بتعرفش تقدمه ازاي كده لضيوفها بطريقة لذيذة وطريقة شيك وطريقة كده فيها ابتكار شوية. يلا بينا كده نشوف الأول المكونات اللي هنحتاجها. أنا معايا هنا بدنجان، طبعا الكمية اللي انت تفضليها، دولت كده 3 بدنجانات قطعتهم كده شرايح بالشكل ده. طبعا قلت لكم البدنجان ما بحبش احط عليه لا ملح ولا اسيبه يتنقع كده زي ما الناس بترش عليه رشه ملح وتسيبه يصفي الميه بتاعته، ده بيفقد كل الفيتامين اللي فيه. عندي هنا كده شرايح فلفل الوان اصفر واخضر واحمر، قطعتهم كده معايا بالشكل ده، يبقى ده كده اللي هنحتاجه اول حاجه للطاجن، البدنجان والفلفل الالوان. معانا بقى بالنسبة للحمة المعصجة، معايا لحمة مفرومة نص كيلو، معايا طماطم، عصير طماطم مركز، بصلاية مفرومة فرم ناعم، عندي فص ثوم قسمته كده نصين، انا هاخد ريحته بس للحم وبعدين هشيله تاني. عندي هنا نص كوباية زيت زيتون، ومش هستعملها كلها، هنستعملها للبدنجان وهنستعملها للحمة. التوابل عندي عبارة عن ملح وفلفل وكمون، معلقة ملح، نص معلقة فلفل، ونص معلقة كمون، وعندي ورق الريحان او البازيليكو الفريش هنستعمله برضو مع الوصفة. دي كده كل المكونات بتاعتنا، يلا بينا نبتدي الوصفة سوا مع بعض ونشوف هنبتدي ونعمل ايه. جبت كده عندي الشواية وهبتدي كده حشوي البدنجان. هناخد كده البدنجان بالشكل ده، وشايفين هديله مسحة زيت من فوق ومن تحت، شايفين البدنجانة هتتشوى بكمية الزيت القليل جدا دوت، وهتبقى طعمها في منتهى الجمال. مش هنكتر في الزيت زي ما قلتلكوا، وهناكل حاجة صحية ومفيدة، وفي نفس الوقت انا دهنة فرشة زيت في قلب الشواية. طبعا الناس اللي مش متوفر عندها الشواية دي هتعمل نفس الخطوة، هتدهن كده البدنجان وعلى صاج الفرن، وهتدخل البدنجان كله هيتشوى وهيبقى معاها، هيديها نفس النتيجة. كمية البدنجان كلها بالشكل ده، وحشو كمان الفلفل، ولما تيجي خطوة شوي الفلفل حوريكو برضو هنعمل فيه ايه، وهنبتدي نحط اللحم على النار في الناحية التانية وهنخلصها سوا مع بعض. زي ما قلنا الوقت اللي البدنجان بيتشوى كده على النار على الناحية التانية، هنبتدي نحضر عصاج اللحمة سوا مع بعض. جبت طاسة كده عندي وسخنتها، ومعلقتين زيت الزيتون اللي انا باخد منهم وبدهن البدنجان بتاعي، هاخد منهم شايفين معلقة صغيرة من معالق اللي احنا بناكل بيها الرز. هحط بس حاجة بسيطة جدا، انا معتمدة على الدهون بتاعت اللحمة، انا اصلا جايبة اللحمة دي مش لحمة فيها دهون، يعني لحمة حمراء، وخليت الجزار فرمهالي علشان عايزة اقلل اكبر كمية دهون ان انا ما اكلهاش وما تدخلش جسمنا. هنزل باللحمة، وعارفين طبعا طريقتي المعتادة اللي انا ما بحطش البصل خالص الاول مع الزيت او مع الزبدة لو بنعمل اي وصفة زي ما عودتكم. هنعمل اللحمة اول ما تغير اللون وتاخد الصدمة بتاعتها هبتدي هنزل بالبصل. في نفس الوقت البدنجان محتفظ بلونه الابيض الجميل، شايفين كده اللحمة معايا مجرد ما بدأت تغير لونها كده، هنزل معايا بكوباية البصل المفروم، هي بصلاية واحدة ومعاهم فص الثوم كده، انا قسمته بس علشان عايزة اخد الريحة بتاعته، لكن مش عايزة يكون فيها طعم الثوم. كده اللحمة خلاص زي ما احنا شايفين كده اتعصجت معايا، وما فيهاش ولا نقطة مية من تحت ولا اي، ولا اصلا نزلت مية، ولونها فاتح وفي منتهى الجمال. هشيل كده بس فصين الثوم، انا خلاص كده خدت الفايدة بتاعتهم، هحتاجهم تاني، هشيل كده التاني كمان. وهبتدي هنزل بالتوابل اللي قلنا عليها، الملح والفلفل والكمون، وهنزل بعصير الطماطم. للحمه كده عندي وهي بتتسبك، ممكن حضيف لها كده عودين الريحان، هقطعهم كده هو واحطهم عليها علشان يديني طعم جميل لقلب طاجن المسقعه بتاعي.
كده كمية البدنجان خلصت معايا كلها كده وما خدتش مني اي وقت خالص، بسرعة جدا اتشوى. هنيجي بقى دلوقتي معانا للفلفل. الفلفل هنعمل فيه زي ما عملنا مع البدنجان بالظبط. هناخد برضو كده الشواية، هندهنها كده رشة فرشة زيت زيتون، وهبتدي هرص شرايح الفلفل معايا بالشكل ده. انا دهنت الشوايه لان الفلفل مش حملك اللي انا ادهنه واحده واحده، هرصه كده، واول ما هحس ان هو اخد علامات الشوي واستوى هقلبه على الجنب التاني. كده حبايبي البدنجان خلص معايا، والفلفل كمان اتشوى، واللحمه اتعصجت. هجيب بقى الطاجن بتاعي اللي هدخله الفرن بالشكل ده كده، وشايفين ده الزيت اللي فضل من معلقتين الزيت، قلنا معلقه اللي عصجنا بيها اللحمه، والمعلقه التانيه اللي دهنت بيها الزيت البدنجان مع الفلفل. واتفضل اهو شويه، هم لسه دولت اللي هدهن بيهم الطاجن بتاعي اللي هيدخل الفرن. يعني معلقتين زيت زيتون بالعدد مش اكتر، طبعا فضل كمان منهم. طبعا اللي مش متوفر عنده زيت الزيتون ممكن يستعمل عادي زيت الذرة او زيت عباد الشمس، اللي متوفر عنده هيكون افضل بكتير لان فايدته عالية جدا. هبتدي بقى هاخد البدنجان وهرصه كده بالشكل ده. هبتدي هاخد اللحمة وهحطها كده من الفلفل الالوان، واحطها كده. واخر كده بقى هحط اخر حاجة معايا، هحط شرايح الفلفل، هوزعها كده بشكل جمالي. كده خلاص معايا طاجن البدنجان، هدخله الفرن مجرد هيتحمر كده شوية من فوق، وكل كده المكونات تختلط مع بعضها، وبعد كده هنخرجه ونشوفه. وايه التكاية اللي هنعملها في الاخر، هتديله طعم جميل جدا وهتديله ريحة حلوة جدا. انتظر. كده خرجت معايا طاجن البدنجان بتاعي او المسقعة بتاعتي من الفرن، قعدته حوالي كده 10 دقايق بس، كده المكونات كلها اندمجت مع بعض وتحمر كده اكتر، والفلفل زي ما احنا شايفين كده استوى اكتر، وكل المكونات كده تداخلت. خطوة واحدة بس اللي قلنا عليها اللي هتديله بقى نكهة وهتديله ريحة كده حلوة، دي زيادة طبعا اللي حابب يعملها يعملها، اللي مش حابب ما يعملهاش. هجيب كده طبق صغير، طبق فنجال كده، واحطه في النص، وفي معلقة يعني نقطة زيت واحدة، وعندي كده فحماية صغيرة حطاها كده، احطها كده في قلب الزيت بالشكل ده، وهجيب غطا وهغطي. هدي البدنجان او المسقعه بتاعتي ريحه الفحم، وهيبقى كده يديني طعم حلو وريحه حلوه، احس كده بريحه الشوي اكتر، لان انا في الاساس انا شاويه البدنجان. اسيبها كده 5 دقايق لحد ما احس الفحمه بطلت تطلع الدخان منها. هعرق الغطا وبعد كده هنكمل الطبق سوا مع بعض. الطاجن بتاعي عندي بقى هنا، عندك مكسرات حطي، مش عايزه تحطي برضو حاجه براحتك. انا عندي هنا كده شويه سنيبر حمصتهم كده بس في الطاسه من غير اي حاجه. هو السنيبر بيطلع الزيت بتاعه اول ما يتعرض لدرجه حراره. هحطهم كده فوق الطبق بتاعي كشكل جمالي، وفي نفس الوقت قيمه غذائيه عاليه. زي ما احنا شايفين خلاص معايا طاجن البدنجان المشوي او الطاجن المسقعه اللي هو الدايت لعشاق الدايت، الناس اللي ما بتحبش تتخن، الناس اللي ما بتحبش تاكل دهون في اكلها، هتاكل طبق المسقعه دوت وهتاكله كل يوم ومش هيتخنها، وعلى ضمانتي. وان شاء الله يعجبكم جدا جدا، وتجربوه وتقولوا لي رايكم فيه ايه. وما تنسونيش ان عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني في اللايك وفي الشير وفي السبسكرايب، واهم من كده تفعيل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. كانت معاكم رندا علي ومصرية في إيطاليا، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.